الأخرى أدعو الآن الآن لابد من إصدار عمل الورشات وخرجنا بمجموعة من النتائج، وكانت كل ورشة مختصة في مجال من المجالات اللي سطرها سيد الرئيس والتي من خلالها هذه 7 محاور، والآن تمت ديباجة هذه التوصيات التي تم الخروج بها رسميا، والآن نحن بصدد إعداد الورقة النهائية التي عبارة عن مخرجات الندوة. حقوق وحريات المواطن أصبحت عبر آلياتها، خاصة بإشراك الكفاءات العلمية كما دعا إليه السيد رئيس الجمهورية السيد تبون عبد المجيد في آخر اهتماماته ولقاءاته بإشراك النخبة الجامعية والأساتذة الجامعيين. فالآن إذا كانت الحرب فن الإكراه فإن السياسة فن الإقناع، لذلك أن النخبة ستسير في إطار تعزيز حقوق وحريات المواطنين.